السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل: بايدن ينسحب من السباق الرئاسي مع انقلاب أبرز مساعديه. وإلى التفاصيل. أوقف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس حملته الدعائية ضمن ترتيبات لانسحابه. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بايدن ألغى كلمته التي كانت مرتقبة في لاس فيغاس، وقرر العودة إلى منزله في ديلاوير. وأكد البيت الأبيض انسحاب بايدن زاعما أنه يعاني من أزمة صحية بعد تشخيص إصابته بكورونا. وجاء حديث البيت الأبيض عقب ساعات على تصريحات لبايدن توعد فيها بالانسحاب من السباق الرئاسي إذا تم تشخيصه كمريض. ويتعرض بايدن لضغوط من قبل حزبه الديمقراطي للتخلي عن السباق الرئاسي، وانضمت نائبته كاميلا هاريس إلى صفوف الرافضين لترشحه. ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن هاريس قولها إنها أبلغت بايدن بأنه لن يستطيع الفوز بالسباق أمام ترامب، وأن عليه التنحي لمنح فرصة أخرى للحزب للفوز في الجولة الجديدة للانتخابات. وهاريس هي المرشحة الأبرز لخلافة بايدن رغم أنه لم يتم تسميتها رسميا. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.